بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في القناة المزيانة متاعنا اللي تعمل 66 كيف. حلقة اليوم هي حلقة على غفلة. شريت طماطم المهام السوق، شريت لها بارشة طماطم يا أخي. فجأة جاتها الفكرة وباش تعمل لنا طماطم معجونة ومنعت من مشكلة كبيرة. باش نعمل طماطم معجونة، وقلت خلينا نزيد نشرح شوية طماطم خطرين زلت كي شرحتها، مش نزيد نشرح شوية أخرى. طماطم اللي استعملها المعجونة، شوف شوريكم زوز نوع طماطم. هذه طماطم القديمة اللي جابها لي الجمعة اللي فاتت، هذه طماطم جابها لي الجمعة اللي فاتت. قلت له ما عادش تجيب لي منها طماطم هذه، جيب لي طماطم من الطويلة. علاش ما عادش نجيب لك منها؟ لخاطر الطماطم هذه اللي تبدا فيها برشا زريعة برشا مي، ماهيش متاع تشريح بالكل، فهمت؟ ماهيش متاع تشريح، ماهيش متاع طماطم كونسيرفي، فهمت؟ هذه متاع تطيب مثلا هكا، ولا الحقيقة اني ما نحبهاش الطماطم هذه، ما نحبهاش برشا. اش وريكم الديفيرونس ما بيناتهم؟ دونك الطويلة هي ديما الخيرة. هذه غزر كيفاش نقولوها، شوفوا كيفاش باش نحيوها. هذه راني شرحت منها على فكرة، خاطر تلزيت باش نشرح شو قداش فيها زريعة. شفت قداش مي وقداش زريعة. نحي هكيك تلقى روحك اغزر قداش مية اغزر ديجا تبدا قارصة برامو اكزاكتومو قارصة على الاخر. باش نوريكم الطماطم الطويلة هادية، ما شاء الله اغزر حتى في الواحد اغزر زريعة اغزر. ها يابسة ننزل بالقوي باش تطلع، معناتها باش نوريك اللي هي معناتها فيهاش برشا مية. اغزر ها الفرح ما بيناتهم. شوف هادية كي تعصرها انت شوش تولي، شوف ها شوف هادية يابسة مازالت كيما هي. دونك للتشريح والطماطم المعجونة ديما الطماطم الطويلة أحسن حاجة. بالضبط اكزاكتومون. بالنسبة للمعجونة شنو نعمل؟ للمعجونة باش ناخذها كيما هي، الطماطم هذيا نقصها على زوز على أربعة ونحطها في الروبو نتاعنا، البلاندر نتاعنا. باهي شنو كي نحطها في الروبو نتاعنا لهنا، فما زوز طرق، فما شكون يطيبها قبل؟ أني قبلها واش نقول لكم؟ قبل كنت نقسمها صغير معناتها هكاك على زوز ولا على أربعة، نحطها في وسط الكاسيرونة الكبيرة باش نطيب فيها، الطنجرة مرميطة الكبيرة باش نطيب فيها، وبعديك نخها بعد ما ينقص منها برشا الماء نتاعها نخها ونرحها. لاحظت إنه القشرة نتاعها كانت تتذكر تبدا في قشره هكا تدق شويه، القشره نتاعها كي تطيب بعديك ترحها تحسها تولي حشلفه بلغتنا احنا، تحسها. فهمتك. احسن طريقه نلقاها هي هذه، ديريكت نرحها، بعد ما نرحها نحطها تطيب على روحها وعلى نار هاديه دوب ما تهز غلوتها، دوب ما تبدا تغلي. احنا شوش نعملوا ده؟ احنا شو نحطه؟ نمليه مرة الأولى الواحدة متاعنا نحطها على الغاز ونخليها على نار قوية مسالش، احنا حاشنا باش تقعد ديما سخونة، فهمت؟ وبعديك احنا واحنا قاعدين نقصه ونحطه فوق الغاز باش ديما ما توصلش حرارة كبيرة على الاخر عندها، خاطر ديجا كل مرة نزيدها حاجة جديدة، نزيدها طماطم جديدة. كي تراوها تبقبقت وليتها الكسرونة تاعكم ما تمليوش برشا، اول حاجة راهي تبقبق برشا ومعناتها وطش برشا، فهمتها؟ ما تعبيوهاش برشا. وثاني حاجه حاولوا انكم تهديوا النار على الاخر جويده، على الاخر خليها تبقبق في عقلها، خليها تشرب منها قد ما تحب، وانت والتكستير وين تحب توصلها. تحب توصلها على الاخر عاقده بالكيما الحكه توصل، ووصلتها يعني راه بالحق جاتني كي الحكه بالضبط، معناتها هزه بالمغرفه ويابسه. تحب تخليها جاريه شويه، تحطهم تنقص معناتها شويه، وهذه هي معناتها طماطم معجونه غارونتي دياري معموله في الدار نظيفه، اهم حاجه على الاخر. عارف روحك فاش قاعد تاكل؟ والله العظيم صدقني اني غير خاطر التعب الحقيقه وبرا، أبن برشا من الطماطم الأخرى، أقسم بالله أبن مئات مرة من الطماطم الأخرى. شوف فما شكون يحب يحط لها شوية فلفل أحمر باش يزيد يعزلها كولور روج، سيبو اللي يحب ما يحطش. بعد ما تكملها نضل عندكم البيبسات معقمين، تحطهم في البيبسات بالنار معقمين، تقلبوها على راسها وتخليها الغديكة في بلاصة ظلام شوية، حكيت نهار 48 ساعة، خليهم 48 ساعة بعديك تحل حقتك، تجي تحلها احنا واش نتبعوك؟ وكي العادة تطلع لنا معناها الوصفة هذه البسيطة جدا، أما بكلها كما نقولوا احنا ربح صافي. نتبعوك خطوة بخطوة وكي العادة. باش نقول لكم حاجة جوست على طماطم الشريحة في الشرحة هذا. أنا يعني قبل كنت نحطها هكيك بزرعة نتاعها. خيقة جارتي ربي يبارك لها قالت لي نوي نحي لها زرعة، تسرع برشا في الحكاية، فهمتها؟ بالحق قلت نحي لها زرعات نشبعها بالملح ونحط في الشمس. أنت بالنسبة للطماطم الشريحة كيفاش تعمل بالضبط؟ نحيها كيف هيك شطر.
اشترك كيما هيك تضل كبيرة شوية مثالش حاونها شق شوية من فوق من عقود شوية هكاكا وتدردر عليها الملح وتحطها في بلاتو متاعك هكاكا وترش عليها الملح الغليظ الملح الخشين مش الملح الجويد الملح الجويد شي ذوب مع الماء متاع الطماطة مش تلقاها تولي تشرتلك كلها فهمتك دونك حطوا على فكرة تحطوا الملح على مرتين راهو مش على مرة برك تحطوا اليوم مش تلقاها انت في آخر العشية مش تلقاها سيبة برشا ماء معناتها حتى الملح يذوب يخرج الماء اللي في الطماطة انتوما شو تعملوا اني شو نعمل نحط بلاتو آخر فوقه ونحي منها الماء الكل وهي مازالت مصفه في بلاصه نحط هكاكا ونحاول نحي الميله فيها الكل بالملح مثالش خلي يهبط معاها الملح ومية بالملح بعديك تعاود المره الثانيه تحط عليه شويه ملح احرش تحط في الشميسه تبقى تربي نهارين ثلاثة ايام ماكس مع شمس سخونه تبارك الله والنتيجه النتيجه نورمال مو تخرج لنا هذايا واني راه قلت لكم هذيك عملتها بالطماطم المدوره مش الطماطم تخرج لنا النتيجه هذه بالضبط بعد ما نوصلوا للنتيجه هذه شنو نعملها راني شاحت فهمت اني راني ما نحبش نخليها شايحه على الاخر فهمت نرفضها اني راه فما زوز طرق جربتهم الزوز الزوز يعجبوني والزوز نعمل منهم دايور معناتها الزوز نخلي منهم ناخذوا هذه نمصمصها شويه تحت الماء شيل منها ملحه وكان فما شويه تراب ولا بعرفش شعر من برا ولا حاجه يتنحى وتحطهم في دبوسه في الفريجيدير دبوسه بالنار في الفريجيدير أنا أتذكر بابا الله يرحمه كان يحطها في قلة صغيرة مش قلة شغلها في الجرة في الجرة فهمت بزيت زيتونة تعمل وينها ضيكة رشة زيت زيتونة وتحط فوق واحد أخرين والله تقعد لي عامين قعدت لي عامين مش عام بركة في الفريجيدير مش في الكونجيلاتور أنت هذه تو تغسلها؟ إي نغسلها لا نغسلها عاد لا طرف تراب على الملح حاط فيها برشا ملح حط برشا ملح باش تشيح لي باش تزرب فيسا فوالا هذه الطريقة الأولى تخليها كيف هكاكا تحطها في بسكسي بالخضرة تبقى كعيبة باهية مزيانة تحطها في شوية البرغل تحطها في الهواء ثم طريقة أخرى وأني نعتمدها على الأخر تعجبني زادة لقيتها الحقيقة خير من هكاكا هذه بريسك نقول أني نعمل دوتير نخليها منصاف وربي بالعكس أنتير نخليها نصاف والأخوة الأكثريتها نعملها مرحية نمشي نغسلها توا ونخليها تستقطر بالباهي ونرزنها بحاجة باش يخرج منها الماء وبعديك في الروبو نرحاها على الأخر نحطها في حكه ونعاوم عليها الزيت اقسم بالله ريحه منحكيش او شيء كبير تتحط في اي حاجه دياري في محمص في برغل في كسكسي بالخضره في كسكسي باللفت في مرقه اللفت في اللي تحبوا عليها طلع لك عالميه فهمت هذوما زوز طرق يا معجونه يا ترحيها معناتها يا تخليها كيما هكا وتعاومها في الزيت بالضبط زوز حاجات هذا بالنسبه للطماطم الشريحه معناها وريناكم المرحله الاولى كيفاش تعمل والنتيجه كيفاش تطلع لكم وكيفاش تكمل من بعد باش تستحفظ عليها وتوا نواصلوا مع الملاحظه صغيره اللي هي تغسلها ما تنفخوهاش تغسلها تحت السبالة تشليل معناها تشليلها تنحي كتر الملح منها تعمل هيك باش تنحى منها الملح وما تبداش فما شي كطرف تراب ولا حاجه وعلى البلاصه تحطها في كسكاس كان لك الصفاياتك الواسعين مش كسكاس الحب نتاع جوال خلي باش يخرج منها الاكسين تاع الملح ويا حبيتو ترحي برحي ويا تحب تحط في حكيكات وتحطه في الفريجيدير بزيت الزيتونه وانتم كيف كيف اما ديما زيت الزيتونه بربي ما نوصيكم شراو يعطي بو اخرى جمله معناتها واضح باه انت توا باش تقص كعبات الطماطم وتبدا ترحي وبعديك نحطها مع الغاز نتاعنا باش نبدا بالوحده الاولى نعبها هذه المره الاولى نحطها على روحها في على الكسرونه اهم حاجه نحي الزريعه القشور راهو بالطريقه هذه بالطريقه الاولاني انك ترحاها بالقعموره تخليها لا لا بيان سور تتنحى حد واضح باه ننظموا الامور نعبيو الوحده الاولى نوريكم الوحده الاولى بار برانسيب معناها كيفاش تعملوا نعاود لكم شوف ما فيهاش برشا ميره وبالحق زرعه كان طرف هذيك هو طرف شويه زريعه على اليمين شويه زريعه على اليسار بركه اختاروا ديما الطماطم الطويله ديما اختاروا طماطم طويله ما تختاروش الطماطم المدوره باه نكملوا الوحده الاولى ونرجعوا لكم شويه اخرى ربي يبارك لكم الناس الكل كي العاده ما غير ما نوصيكم باش تعملوا ابوني في الشان تاعنا تشجعونا باش نوصلوا بارتاجيو الحلقه وتحطوا لنا كجامك العجيبه ورانا نحبكم برشا. هذه الطماطم نتاعنا شرحناها امورها واضحه مزيانه تعمل الكيف نحط لها مهاك الزريعه نتاعها فوالا اي امورها واضحه نحط الملح حط الملح ما فماش قداش معناتها حطوا الملح وكهو باش يخرج الماء منها وتشيح في ساعه وكهو وتحطها ديريكت في الشميسه هو تو مدام سخنة الدنيا وقيت نتاع تشيح طماطم لا لا والحقيقة فما برشا حاجات تونسية نتاعنا ما خيرها بالطماطم الشريحة كيما وصيكم الطماطم الملح لازم يكون أحرش مش رطبة واضح
هذه توا بالنسبة للطماطم الشريحة متاعنا نخرجوها حكاية نهارين للشمس النهار الأول. ثلاثة أيام أنت والواحد. وأنت كاش تحبها، فما ناس تحبها تبدا مازالت بالميم تاعها شوية، فما ناس تحبها شيحة على الأخر، فهمت؟ أنت وش مثلا عندك وأنت قداش تحبها؟ واضح. كيما وريتكم بكري النتيجة معناها تحطوها النهار الأول تتشمس، ثم تخرجوها آخر نهار تستقطروا لها الماء نتاعها. دخلها آخر نهار. دخلها من بعد تقطر لها الماء نتاعها، ومنه غدوه تعاود تخرجها وتحط لها الملح بالضبط مره اخرى لين تشيح وتوصل للنتيجه اللي وريتها لكم. في الاخر تولي تمصمصها، تشللها من الماء، وكما قلت لكم ها يا تريحيها يا تخليها كما هي وتنفخوها في الزيت، وكل تبدا حاجه عالميه. هذه ديريكت ديريكسيون شمس يحيى، ديريكسيون شمس يلا. باهي توا مها اي سيدي طماطم الكل كيما انا ريتها نحيناها منها الزريعه، ما نحيوش لقشور اللي كان الزريعه كها، وشفتوا كيفاش عرفوها فهمتوها، كيش تقعد كعيبه ولا زوز زريعه ماهيش باش تضر بالطبيعه، فهمت؟ واضح ما شاء الله طماطم كيفاش بالحق ما فيهاش مي جبنه معناتها، بسم الله ما شاء الله تهبر. وتوا حطيناها في الماكينه هاي باش نرحيها توا. هذا الرحيه نتاعنا بدلنا القمصان خير معناتها نتاع الجو اسرع وجويد على الاخر معناتها يطلع جو كانه جو. هكا وش اللي عصير بالضبط؟ ما فيش حتى القشور شوت بريسك ما فماش نتاع. هنا فما حالتين، يا تحبوا تصفيوه حتى بالكسكاس كان فما قشيرات يقعدوا ما يهبطوش، تحبوا تحطوه حطوه، انتوا شنو رايكم؟ فهمتوها؟ انت توا شنو تعمل بالضبط؟ توا رحيت هذا باش تحطه في الكسرونه، لا ماء لا زيت لا حتى شيء. حتى شيء. ويقعد يغلي على نار هاديه. اكزاكتومون. وهي تغلي تقعد ديما تزيد عليها. نقعد نمشي ونزيد. لين الطيب. بالضبط اكزاكتومون. باهي شوف احنا توا باش ما نطولوش عليكم الحلقه، هذه حلقه فيسع فيسع كما نقولوا. تكمل ترحي وتحط الواحد ونرجع لكم في اخر مرحله وقت الطماطم الطيب. نوريكم النتيجه. لا مش وقتها طماطم طيب، وقتها نمشي و نمشي وشنو؟ استنى لحظه انا وقتها الطماطم تبدا في وراهم في النص نتاع الطياب نتاعها. باهي واضح واضح. باهي نرجعوا لكم في نص الطياب نتاع الطماطم. ربي يبارك لكم الناس الكل وربي يحفظكم. باهي مها هاي تو الكشكوشه هذه شنو برنامجها؟ هذيك برنامجها اش نقول لكم شنو عملت هذه؟ هذه شنو خرجت منها؟ دي شيء صحن صغير هو هذا القشور وشويه زريعه شفتوا صفيته بالكسكاسه؟ لا بال عندي كسكاسه عندي صف معناتها صفي المخب نتاع واسعين شويه فهمت؟ تخرج لكم دي شيء اكهو معناتها شو قداش خرج ما حد شيء بريسك راه فهمتك. باه هذيك طاش نخليها بقبق على روحها نار هاديه على الاخر نار هاديه على الاخر. هذا لازمنا نمشي ونصبر ونحركوا ما نساوش عليها وعلى نار هاديه ونزيد ناكدوا. شفتها الكشكوشه البيضه هذه؟ ايه نزيدوا شويه بشوي وحاولوا اسعار ونحيها. واضح واضح حتى بصفاي صغير هكا جويد على الاخر وتنحيها على خاطر هذيك يمكن يقولوا تقرص لكم ما تعمل شيء الحقيقه. وكا ما انت تنصحهم ينحيوها معنا؟ ايه حتى بصفاي الحليب الصغير هذاك صغير حتى بشوي هكا تسعوها وكا هو. باهي المرحلة الجاية وقتاش نرجعوا؟ نعرفش ما تعرف انتي والطماطم اللي عندك. واضح أنا باش نزيدها شوية فلفل ملحي نقطة مغرفة صغيرة في الملح جوست على الكولير نحب معناتها تحمر لي شوية وكهو مغرفة كبيرة مغرفة نتاع ماكلة في نتاع ماكلة فلفل ملحي ونخليها تبقبق 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 إلى إني نحسها إني وهبطت على الآخر. بعدين كنوريكم بالضبط فهمتين تكمل حكايتك معرفش الحقيقه. انت والطماطم انت قداش فاهمين معناتها فهمت؟ تو نقول لكم احنا قداش قعدت لنا وقت. هكا ربي يبارك لكم الناس الكل كالعاده، ما غير ما نوصيكم باش تبارتاجيو الحلقه وتعملوا لنا كالجيرانك العجيبه وعملوا لنا ابوني شجعونا باش نجم نوصلوا ورانا نحبوكم برشا ويرحم والديكم الناس الحرمة. باهي كيما لاحظنا تو بعد نص ساعه بعد نص ساعه هبطت زوز سنتي فهمت؟ افهموا انتم كيفاش تمشي معناتها. شفتوا كيفاش طلعت هذه؟ انا بكري الكشكوشه ما نحيتهاش فهمتوا؟ هاني تو وحدها وحدها تلمت هذه نحيها تو تفرزت وحدها نحيها تو ناخذ صفاي صغير كيما هكا ونسعوها.
حتى الاستيوس دي حتى فيش تعملوا معجون، تعملوا اي حاجه تتلموا تخليها الكشكوشه تتلم وحدها، ما تحوش حوايحكم تقعدوا ما عرفش كيفاش. بكري كان جينا باش نحياها بكري كانت باش تنحى برشا، هي توا ديجا توا ساعات روحها وحدها وحدها. نأكدوا نعاودوا اللي هي ديما على نار هاديه، على نار هاي نار هاديه على الاخر فهمت يعني واحد. راهي مش هاديه كومي فو باقي معناتها راهي قويه شويه فهمتك. كما العاده شفت كي شطابت الكل لوطه هيك نشوف لكم ردوا بالكم من هذايا كل حرك شويه وين هذا يحركها وكهو راهي 200 اني شنقص لها على الاخر راني خطره هذه فيها فيها المي شفتوا كيفاش فيها المي ولا دونك اني هذه حكايه وقت شرها تنقص الاخر الشطر ايه الشطر هذا يتهبط معناتها هناك حكايه تنقص الشطر على حسب المعون نتاعكم تولي تنقصوا النار على الاخر على الاخر تعرف بريسك معناتها ميته شمعه معناتها بركه على خاطر باش تحصلوا على التكستور اللي تخلوا عليها انتم تاع المعجونات المعجون اللي يبيعوا فيها وكه واغزر برك الله كولورها الحقيقه نتاع ربي الحاجه كي تعملها في الدار صدقوني والله ما حطيتلهاش في الملح الرانيه زيت ما حطيتلهاش وقاعده نخمم ساعات نكون نحط ساعات نكون الحقيقه ما عادش عندي برشا الملح ما فيش نحط خليها هكاكه تلقى روحها امورها مريقله وين تطلع لكم شويه تفقدوها اسحوها شويه اوكي ربي يبارك لك معها هاي سيدي بن سيدك الدنيا تبلبزت ساعة اول حاجه انت بنحكي هذيك مسحت جي اربع مرات والله نمسح وترجع باه باه هذه طمطومتنا شو قداش وصلت وصلت معناتها بريسكا هبطت خسرت دوتيير دوتيير باه شوفوا اني كاش نعرف هي حضرت معناتها اني نحب خطرت بعقدة كيما الطماطم عندي حتى بالمنظر غزولها شفتوا نعمل هيك خط كي نعمل خط شفتوا كاش تبعدها بالضبط اغزرها ما يرجعش على البلاصه كي ما يرجعش على البلاصه اني بالنسبه لاني راهي حضرت فهمتوا ولا تحبوا دي تعقدها اكثر من هيك تنجم توصل تعقد اكثر من هيك اغزره منتي اغزره هذا كي تعمل مغرفه كيما تاكل مغرفه على فكره تبرد تزيد تعقد اكثر واكثر اكثر واكثر ما حطيتلهاش حتى نكته فلفل مرحي حتى نكته زيت حتى شيء حتى شيء بلات وحدها بالضبط نصيحه للي يحب يعمل صوص بيتزا باش يحط كسرونه اخرى على جنب وحدها بعد ما يرحي الطماطم هذيك وكل شيء ياخذ كسرونه اخرى يربي ياخذ الروبو يعاود يحط فيه شويه طماطم وبصل ويغليها في كسرونه وحدها على جنب فهمت وحط لها الزعتر نتاعك الاوريغانو نتاعك وخليها تبقبق على روحها شويه فلفل اكحل شويه ونكيتها ملح وذاك صوص البيتزا نتاعك تكون عندك حكه حاضره نتاع صوص بيتزا على جنب امورها مريقله تغلي نفس لاسيوس هذه نفس الحكايه مريقله معجون الطماطم هذا باش تحطه في الحكه هو سخون هو يغلي كما هكا ايه فوالا هو سخون والحكه سخونه ديجا مازالت الحكه سخونه راهي معناها هكاك ومن بعد انا جوست باش نمسحها خاطر يظهر لي مازالوا فما قطرات نتاع مي في وسط لا سي بون نحاو شنحطهم توا ديريكت نعباها على روحي وهكذا حضرت الطمطومه نتاعنا وتلقاوها الرزق الحلال حوايج نظيفه صدقني ترجعها عندي تو الحكه في الماء لا لا صيي لا قبل كنت نرجع قال لك ماهوش لازم اذا كان يبدا هو الطماطم هذه سخونه من نارها تقلبها على وجهها سي بون كفيله انها تتعقم وحدها هكذا معناها احنا تو نحطوا الطماطم نتاعنا في الحكه اي وتقلبها على فمها لين تبرد وتدخلها في الفريجيدار لا 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 نحطها في بلاصه نورمالمون في كيما نقولوا في بلاصه متركنا في قاع بلاكار في حاجه بلاصه ظلام شويه 48 ساعه ما تحاول لا تحركها لحتى هي مقلوبه على وجهها وبعد 48 ساعه بعد مهيرين تهز حكايتك وتبدا تستعمل تحل ولا تستعمل تحطها في الفريجيدار كيما الحكه العاديه معناتها فهمت هذيك ورينا النتيجه في الاخر هذه الطماطم الشريحة متاعنا بعد ما غسلناها شفتوا كاش غسلناها ونحينا منها الملح راهي مازالت مالحة هي احنا بعد ما غسلناها ونحينا منها الملح واستقطرتها من البهي طاوش نحطها في وسط الربو هذا نرحها من البهي ونحط صب عليها الزيت ونحط في الفريجيدير نتاعها هذه النتيجة النهائية نتاع مازال مش مازال باش نرحها قبل معناها باش نرحها ومن بعد تحطها في الحكة وتحط فوقها الزيت كيما قلت لكم نحبذ اني نعملها هكاكا معناتها مرحية فهمتوا هكاكا خير واسهل في التطيب وكل شيء منها ياكلها لي حد صحيحة دونك هكاكا خير احنا في الاخر بكل تنوريكم هما محطوطين معناها في الحكوك منظرهم ياسر مزيان ان شاء الله تاكلوا بالشفاء هذه الحكة نتاعنا عبيناها بالزيت انا عبيتها بالزيت ودورت الزيت على الجوانب هكاكا باش معناتها باش معناتها نحفظ اللي هي تحفظ لي من الباهي من الهويه من كل شيء الطماطم شريحه كي نجيو نرحيها ما نحاولش نرحيها على الاخر كي تقعد شويه غليظه فهمت باهي هذيك ملقشه اكزاكتومون توا بسم الله يا ربي هذه معناها امورها واضحه ديجا شايحه وتشد برشا وقت زاده ربي يشم الريحه
هذوما الطماطم الشريحة متاعنا حضرت أمورها واضحة، وهذه الطماطم المعجونة متاعنا أمورها واضحة. هذه هي وصلنا لآخر الحلقة متاعنا. ربي يبارك لكم الناس الكل، وكل عادة ما غير ما نوصيكم باش تبارتاجيو الحلقة متاعنا، تعملونا أبوني في الشان متاعنا، تشجعونا باش نواصلوا، وحطونا في جامعة العجيبة، ورانا نحبوكم برشا وإن شاء الله تعجبكم الحلقة. خرجنا على المألوف اليوم، يعني خرجنا على الجو متاع التطيب والليروسات وكل شيء، حابين نصوروا لكم حاجة متاع عولة، وترحموا ترحمونا على والدينا الناس الكل، وهذا ويرحم والديكم حتى انتم، ربي يبارك لكم وربي يخليكم لنا. ورانا معنا قريب نوصلوا ان شاء الله 10,000 ابوني، 10,000 خو اخت في القناه المزيانه متاعنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.